عسلامة ومرحبا بكم على قناتي. كنكم أول مرة تكتشفوا قناتي، ما تنسيوش باش تشجعوني وتعملوا لي أبوني، وكيما العادة والعويد جيدكم بنا تعمل الكيف. كنكم حايرين هكا في قوتي شنو باش تحضروا لصغيراتكم، حبيت نودكم بغوسيت متاع جاتو كيندر ديليس، جي بنا على بنا، روسيت سهلة وما تشدش برشا وقت، لف تحضر. ونأكد لكم زيدا كيما تعجب الصغار وبشي يهبلوا عليها، تعجب الكبار زيدا مع قهوة هكا في العشية ولا قهوة الصباح. على هذيك مانيش نطول عليكم باش نخليكم تتعدي وتشوفوا الروسيت بالتفصيل، فصلت لكم تفصولة كيما يقولوها. وما تنسيوش زيدا تابعوني على انستغرام اسم البقلوتي، تنحط لكم اليان في خانة المعلومات، غاديك زيدا تلقاو برشا بنا وبرشا بون بلون. مانيش نطول عليكم وباش نخليكم تتعدي وتشوفوا الروسيت. اول حاجة باش نتعدي ونحضروها هي الجنواز. باش نستحقوا 4 كعبات عظام، 40 غرام كاكاو يكون من غير سكر، 125 غرام سكر. هنا انا استعملت اغون فاني، كان ما عندكمش تنجموا تستعملوا ساشي متاع سكر فاني، مغرفه صغيره خميره حلويات، مغرفه متاع نشي، جربوها وتفكروني قد الجنواز متاعكم تجيكم خفيفه، و80 غرام فارينة. اول حاجه باش نعملوها باش نصفلو الاصفر على الابيض، وباش نتعديو نركضو الابيض متاع العظام متاعنا. حاجه مهمه برشا، ديما ابيض العظام باش يطلع لكم وينجح لازم الماعون اللي باش نركضو فيه واللي باش نركضو بيه يكون ما فيه حتى نكته ماء. راهو نكته ماء تخلي لكم انه ابيض العظام متاعكم ما يطلعش. على هذيك ديما حاولوا الماعون اللي باش تركضوا فيه والا اللي تركضوا بيه تمسحوه بالباهي بالباهي، وهكاك ما فماش ريسك انه يهلكنا. وكما قاعدين تشوفوا هنا في الفيديو ابيض العظم كيفاش طلع بالباهي. نقعدوا نركضوا لين نتحصلوا على ابيض عظم يكون ما يتيحش كما قاعدين تشوفوا فيه لهنا. ومن بعد باش نتعديو اصفر العظم اللي خليناه باش نزيدوه ل 125 غرام سكر، وباش نتعديو زيدا نركضو. ما ننساوش ان باش نحطو الاكستريم تاع الفاني، والا كان ما عندكمش فاني تحطو سكر فاني، والا زيت دو سيترون كان ما عندكمش سكر فاني. وباش نتعديو نركضو هنا كيما تشوفو لاباري متاعي قعدت بابيض العظم، ماهوش مشكل مع اصفر العظم راهو ما يتهلكش، اما ابيض العظم لازمنا المعون متاعنا يكون نظيف. ونقعدو نركضو لين الميلونج متاعنا يبيض والحجم متاعو يتضعف. وهنا حبيت نوريكم التكستور اللي نتحصلوا عليها، شوفوا كيفاش اصفر العظم متاعنا ولا. وهنا باش نجيو نزيدوه الابيض العظم اللي سبق قبيلي وحضرناه. ملاحظه مهمه برشا زاده باش نقول عليها، انه كي نجيو نخلطوا اصفر العظم مع ابيض العظم نحاولوا انه التخليط يكون بشويه هكاك باش ابيض العظم متاعنا ما يطيح الناش. هنا ديما نقول عليها، على هذيك كيما تشوفوا هنا في الفيديو تبداو تخلطوا بشويه بشويه وملوطه وانتم طالعين بالطريقه هذيا. لين الميلانج متاعنا الكل يدخل في بعضه ويولي متجانس كيما قاعدين تشوفوا، ما تحاولوش انها تكون فما كعابر متاع ابيض العظم. وباش ناخذوا صفيه وباش نتعداو نزيدوا الفرينه والكاكاو النشا والخميره متاع الجاتو. هنا لازمنا نغربلوه بالباهي على خاطر كيما تعرفوا بعد ساعات الفرينه والا الكاكاو سورتو يخليو كعابر. بوغ ايفيتي اكل كعابر هذوكم باش يجيونا في الجنواز متاعنا مش باهين من بعد في المطعم، نحاولوا ان نغربلوهم. هنا كيما وريتكم اهاكم الكعابر اللي يقعدوا. وكيف كيف بالنسبه للتخليط نتاع الفرينه والكاكاو ولا الخميره، نحاولوا ان بشويه بشويه بسباتول هكايا باش الميلونج متاعنا ما يطيحناش. وهنا حبيت نوريكم التكستور متاع الخليط متاعنا كيفاش ولا. باش نحطوه في الطبق متاعنا، وبالنسبه للطبق ماذا بكم تدهنوه البلاتو بالزبده.
باش ندخلوها الطيب لمدة 20 دقيقة على 170 درجة، وهنا بعد ما طابت تشوفوا كيفاش جيت ما شاء الله. باش نخليوها تبرد في عقلها، على هذيك تحاولوا انكم تغطيوها بالبابيي سيلوفان ونخليوها تبرد في عقلها، هذيك باش يعاوننا من بعد في قصانها انها ما تتفترش الناش، راهو كي تقصوا جنواز وهي سخونه فما ريسك انها تتكسر. وباش نتعداو نحضروا الكريم اللي باش تجي في وسط الكندير ديليس، خذيت 250 غرام ماسكربون، كان يكون مش متوفر تعوضوه بالفخيدو، عليه 150 غرام كريم ليكيد، عليه 90 غرام سكر غلاس ما يعادل 3 مغارف كبار. تحضير الكريم ياسر سهلة، على الماسكربون باش نزيدو الكريم ليكيد، نعاود نأكد انو الكريم ليكيد متاعكم ماذا بيكم انها تكون باردة باش توليلكم بعد كشونتيي مع الماسكربون. ما عندكمش ماسكربون ما تحيروش، اي فخوماج بلون تنجمو تعوضو بيه، فخيدو ولا اي حاجة تكون هكا تشبه للماسكربون. وباش نخلطو المكونات الكل مع بعضها، زدنا سكر محور، وهنا راهو حسب الذوق السكر، اما انا ناكد لكم انه 3 مغارف سكر محور تجي بنا على بنا، على خاطر ما نساوش انه الجاتو زيدا فيه السكر. لين نتحصلوا على ميلونج يكون شادد روحه والمسكربون متاعنا ما تكون جاريه، راهو مهم برشا انه التكستور متاع الكريم متاعنا متاع الفرماج تجي شاده روحها، باش من بعد الكعبه تجينا كل قد بعضها، وحتى هكايا حتى كي تجيو تحطوا الشوكولا ما تيحنيش. بعد ما الجنواز متاعنا بردت في عقلها، باش نجيو نحاولوا ان نحيو الزيت هذيك الفوقاني الكلو. وما تنسيوش زيدا كان عجبتكم الغوصيت تشجعوني باللجام واللي كومنتر وبرتجيو الفيديو، وتابعوني على انستغرام اسم البقلوتي، تشجيعكم ياسر ياسر يفرحني ويخليني كل مرة اني نودكم ببنة جديدة. وباش نحاولوا نقسموا هنا الجنواز متاعنا كما قاعدين تشوفوا على اثنين، حاولوا انكم تسيسوا بشويه بشويه باش الجنواز متاعكم ما تتكسرش، وهكا تحصلنا على طبقتين. وحبيت نوريكم الجنواز قديش جات خفيفه، بالحق جربوها وتفكروني راهي بنا على بنا. وديما نحاولوا ان ناخذوا المول باش يعاوننا انه الكعبات الكل تجي قد بعضها، وحتى كان تجي الطبقات الكل متساويه. خذيت شوية حليب وباش نحاولوا ان نسقيو بها الجنواز متاعنا. هنا زيدات نجمو تستعملوا كان عندكم حليب نسلي تحلوه في شوية ماء وتدفيوه، زادة كيف كيف نجمو تسقيو به، وإلا زيدات نجمو تعملوا شحور خفيف، أما انا نحسها مع الحليب على خاطر عن المسكربون تجي بنا على بنا. وطريقة حطان المسكربون ديما ماذا بيكم انكم تستعملوا بوشادوي باش تجي الطبقة الكل متساوية، باش نحاولوا ان نعملوها الكل بنفس الطريقة. ومن بعد ما نكملوا الكل حطان المسكربون متاعنا، باش نجيو نعاونوها بسباتول باش نحاولوا ان نستويو الطبقة الكل كيما قاعدين تشوفوا فيها لهنا. بعد ما حطينا الكريم متاعنا، باش نجيو نحطو الطبقة الثانية متاع الجنواز. بالنسبة للطبقة الثانية تنقول لكم هنا في الحطان متاعها، ماذا بينا ان كي نجيو نحطوها على الكريم مش نبداو ننزلو بيدينا بالطريقة هذية كيما قاعدين تشوفوا، على خاطر مهم برشا انه الطبقة تلصق في الكريم متاعنا. وبطبيعة ما ننساوش ان زيدا باش نسقيوها بالحليب كيما سقينا الطبقة الاولانية بالضبط. بعد ما نكملو نسقيوها باش نحطوها تبرد في الفريجيدير على الاقل ساعتين، باش الجاتو متاعنا يبرد والكريم متاعنا زيدا تشد روحها. هنا بعد ما برد الجاتو متاعنا خليته ساعتين في الفريجيدير، باش نجيو نقصوه. هنا كيما تنجمو تخليوها كندير هكايا كبيرة، سبق وحضرناها زادا الغوصيت على شين يوتيوب موجودة، وكيما تنجمو تعملوهم كعبات صغار، انا ظهروا لي كعبات صغار لولاد ياسر شيخوا عليهم، اون بلوس حاجة في الدار وتعرفوا شنو حاطين فيها بنة على بنة، وهكايا الكعبة تجي بيان سور حسب كبر الكعبة اللي انتوما تحبوا عليها، تنجموا تعملوا اصغر وتنجموا تعملوا اكبر، ليكم انتوما الاختيار. وباش نجيو تويكا نحضروا الكلاساج متاع الشوكولا، خذيت 250 غرام شوكولا، انا بالنسبه للشوكولا استعملت 52%، عليهم 50 غرام زيت نتر اللي هو ويل دو تورنوسول اللي انا استعملته، باش نتعدي ونذوبوهم.
وهكا باش نجيو نصبوا عليهم الجلاساج متاع الشوكولا. حاجة مهمة برشا، ديما ماذا بينا الجاتو متاعنا يكون بارد والشوكولا تكون تياد باش هكيك الشوكولا تشد وما تطيح الناش الكل. وباش نخليكم هكية تكملوا تزينوا الجاتو متاعكم، باش نعطيكم انا الطريقة باش يكون الجاتو يشبه برشا اللي احنا شريناه، ونأكد لكم انه أبن برشا باش نتعديو ونزينوه بالشوكولا بعد ما نخليوه يبرد شوية. رسيتنا متاع اليوم كملت، ان شاء الله تكون غسيت واضحة ومفهومة كما العادة. وكان عندكم اي كيستيون ما تنسيوش باش تكتبوا لي في لي كومونتير، وان شاء الله انا تو نجاوبكم. وما تنسيوش زيدا شجعوني باللي جيم ولي كومونتير وبارتاجيو الفيديو، وان شاء الله نرجع لكم في بنة جديدة ورسيت جديدة.